نتابع انتشار ايضا النجوم القادمه بكل قوه للختاميات والى الرموز باذن الله وتوفيقه. على بركه الله مشاهدينا الكرام، هناك البدايه وهناك الصداره والانطلاق الاول من ايضا هناك من تتصدر الجموع من تتقدم هناك مع البدايه. هناك الشامخه لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن سعيد آل مكتوم غانم بن مسفر بالقوبع من يقدم لنا البداية الأولى والصدارة الأولى. المركز الثاني هناك غيارة تنطلق مع المركز الثاني لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم آل مكتوم سيب بن مبارك بن أويث من يقدمها في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني ثالث المراكز هناك اليروة تنطلق اليروة من هجن زعبير راشد بن محمد بن مروشد يقدم لنا اليروة مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز مشاهدينا الكرام هناك البويضة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير والعنود أيضا تنطلق مشاهدينا الكرام من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. على المركز السادس هناك تنطلق من خلاله هناك مهولة مشاهدينا الكرام تنطلق على المركز السادس لسمو الشيخ راشد محمد بن راشد آل مكتوم عتيق بن سالم بن العرطي الحميري على السادس المراكز. والمركز السابع سابع المراكز مشاهدينا الكرام في هذا التحدي المركز السابع. هناك المركز السابع وتابع هذه الانطلاقة وتابع هناك هدف تنطلق هدف وهدفها الناموس يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير وهدف تعود ملكيته الهجن العاصفة. من الجانب الآخر تتقدم هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن مروشد يقدم لنا هملولة في هذا الانطلاق الرائع والقادمة مشاهدينا الكرام مشكورة من هجن الرياسة عيسى بن هناك عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يقدم لنا مشكورة في هذا التحدي الرائع والقادمة مشاهدينا الكرام. على المركز العاشر عاشر المراكز وتابع التحدي وهناك بن صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة بندان الأول للعشرة المراكز المتميزة. نعود مع البداية نعود مع الشامخة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع يقدمها في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني ثانية المراكز هناك مهولة بسرعته الهائلة تنطلق مع المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيق بن سالم بالعرطي الحميري يقدم لنا مهولة مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز غيارة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم سيب بن مبارك بن غويث يقدمها في عملية التضمير والتدريب ولكن الدخول من اليروة إلى المركز الثالث لهجن زعبيل راشد بن محمد بن مروشد المتألق يقدم لنا اليروة في هذا التحدي الرائع. ولكن أتابع القادمة في هذه اللحظات على المركز الخامس هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن مروشد يقدم لنا هملولة في هذه اللحظات ومشكورة تتقدم من هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي البارع يقدم لنا مشكورة في هذا الأداء الرائع وفي هذا الجو القائم. يا سلام جو رياضي بلا شك مشاهدينا الكرام. يا سلام والقادمة الناموس قادمة بكل قوة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير من يقدم لنا هدف في هذه اللحظات. يا سلام والقادمة العنود من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير وهناك نوايف قادمة أيضا نوايف من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد
من غدير يقدم لنا نوايف. يا سلام يا سلام، والقادمة هناك، القادمة شوايل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سالم بن حمد بن هيان العامري يقدمها في عملية التضمير والتدريب. والمركز العاشر من الجانب الآخر تابع هذا التحدي مع لوحة 2 كيلو، الاثنين كيلو هناك أيضا، القادمة بشعار هجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير في هذا الأداء الرائع. يا سلام يا سلام، ولكن نعود مع هناك الشامخة، اللي شامخة بناموس هذا الشوط مع البداية مع الصدارة الأولى لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم. المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع يقدمها في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، هناك مهولة تنطلق مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيق بن سالم بالعرطي الحميري واليروة على المركز الثالث من هجن زعبيل راشد بن محمد بن مروشد يقدمها في عملية التضمير والتدريب. والقادمة يا سلام يا نوايف، وصلت نوايف مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، تعود ملكية نوايف لهجن العاصفة. يا سلام، تتقدم مشاهدينا الكرام، ومشكورة قادمة من هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. والقادمة هناك تواقة قادمة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم، والمكتوم حمد بن علي العويسي يقدمها في عملية التضمير والتدريب. خلاص الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، ولكن البداية غيرت مشاهدينا الكرام، غيرت مهولة بسرعة هائلة. تنطلق مع البداية مع الصدارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، ولكن الشامخة عادت مع البداية مع الصدارة الأولى. الشامخة ولكن مهولة والشامخة في صراع ثنائي بحثا عن الناموس. والقادمة نوايف قادمة من هجن العاصفة، وأيضا القادمة اليروة من هجن زعبيل. يا سلام، ولكن البداية مهولة على الصدارة وعلى الانطلاق الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيق بن سالم بالعرطي الحميري يقدم لنا مهولة بسرعة هائلة على الفوز وعلى الانتصار في شوط الختام، ختام التميز. يا سلام، البداية مهولة والشامخة قادمة، نوايف قادمة، اللحظات الأخيرة وتواقة واصلة. يا سلام، شوط الختام مهولة الشامخة، ولا هناك نوايف. يا سلام، ثلاثية والأروع. يا سلام، مهولة على الصدارة، شوامخ عادت هناك شوامخ، مهولة في شوط الختام. تانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم من المركز الثاني. هناك الشامخة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم، المكتوم من المركز الثالث. نوايف من هجن العاصفة ثالثا، والمركز الرابع تواقة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي هي هملولة. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ساعة، ونتأكد مشاهدينا الكرام من أيضا صاحبة المركز الأول. يا سلام، الشامخة هي صاحبة المركز الأول. تهانينا والناموس لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم المكتوم، والتهنية موصولة قانب بن مسفر بالقوبع المنصوري على هذا الفوز وانتصار هناك الشامخة بالمركز الأول. 9:30 جزئين من الثانية هو توقيت الشامخة. تهانينا والناموس. هناك ثاني المراكز كانت فيهم هولة بأداء مميز في هذه الأمسية الرائعة، أمسية هجن أصحاب السمو والشيوخ بأداء رائع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والثانية موصولة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. 9:30 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. نوايف مع المركز الثالث من هجن العاصفة، والثانية موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير. بتوقيت زمني وقدرة 9:31 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.
تهانينا والناموس للجميع.